عن أيام الخليقة في الجيولوجيا. نعم. كيف يتفق قول الكتاب إن الله خلق العالم في 6 أيام مع آراء علماء الجيولوجيا اللي بترجع عمر الأرض إلى ملايين السنين؟ نعم الحقيقة ايه تفضل. يعني يعني أيام الخليقة ما هيش أيام شمسية. أنا بعد ما أقول رأيي عايز أعرف رأي حضرتك فيها. نعم. أيام الخليقة ما هيش أيام شمسية زي أيامنا، لكن يوم الخليقة هو حقبة من الزمن لا ندري مداها، قد تكون ملايين السنين، قد تكون وقت قصير من الزمن، اصطلح على بدايتها وعلى نهايتها بعبارة كان مساء وكان صباح. نعم. يعني الأدلة على كده كتيرة. يعني مثلا اليوم هي الشمسي هو فترة زمنية محصورة ما بين شروق الشمس وشروقها مرة تانية. نعم. أو غروب الشمس وغروبها مرة تانية. طيب الشمس لم تخلق إلا في اليوم الرابع. نعم. يبقى إذن الأيام الأربعة الأولى ما كانتش أيام شمسية، لأن الشمس لم تكن قد خلقت بعد حتى يقاس بها الزمن، حتى الزمن يقاس بها. اليوم السابع مثلا الكتاب ما قالش أنه انتهى لحد الآن، يعني الكتاب ما قالش وكان مساء وكان صباح يوما سابعا وخلاص وانتهى بعد كده وخلاص. مرت آلاف السنين منذ آدم حتى الآن دون أن ينقضي هذا اليوم السابع. فعلى هذا القياس لا تكون أيام الخليقة أيام شمسية، وإنما هي حقب زمنية مجهولة المدى. وبعدين بكلمة إجمالية، الكتاب قال عن الخليقة كلها بأيامها الستة، هذه بعد ما الله خلق في 6 أيام. يقول الكتاب في تكوين إصحاح 2:4: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. الله، طب ما انت قلت في 6 أيام قبل كده، هنا بتقول يوم عمل. هو بيتكلم عن الإجمالي، الحقبة الإجمالية هنا. ده يثبت تعبير كلمة يوم. علشان كده علماء الجيولوجيا ممكن يقولوا ما يقولون عن عمر الأرض. الكتاب المقدس ما ذكرش عمر محدد للأرض، يتعارض مع أقوال العلماء. وأنا عارف إن في إخوتي، في إخوة مسيحيين مخلصين، بيدافعوا بقوة على إن الأيام أيام حرفية، لكن إذا كانت الشمس لسه ما اتخلقتش زي ما قلنا لحد اليوم الرابع، يبقى ما في الأيام الأربعة الأولى دي ما هيش أيام شمسية، ما هيش 24 ساعة شمسية. الأهمية إن إحنا نقولها كده ونشرحها زي ما شرحناها، إن ما نلخبطش العيال الصغيرة مع الجيولوجيا ومع حاجات تانية بتثبت إن جايز الأرض قديمة، فيتشككوا في الكتاب في حاجة الكتاب ما قالهاش. بل إحنا إذا شفنا الكتاب نلاقي إن نظرة الله إلى مقاييس الزمن يشرحها الرسول بقوله إن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. وكمان الكتاب المقدس استعمل كلمة يوم أو سنة مش بمعنى سنة حرفية أو يوم حرفي. مثلا في سفر أشعياء إصحاح 61:1 يقول الكتاب على لسان الرب يسوع
بروح النبوة. في الآية اللي الرب يسوع اقتبسها في أول خدمة لي في المجمع، روح الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، وبعديها يقول لأنادي بسنة مقبولة للرب. هل هي سنة واحدة حرفية ينادي بيها المسيح بس؟ هي سنة واحدة حرفية. وفي سفر دانيال لما بيتكلم على الأسبوع الأخير، وقلنا إن ده مش أسبوع أيام، ده معناه أسبوع سنين. هل الأسبوع تحول إلى أسبوع أيام؟ سبعة أيام يقصد أسبوع سنين. فلابد إن إحنا نشوف الكونتكست ونفسر على هذا، قارنين الروحيات بالروحيات والكتاب المقدس ببعضه.